remember all of the session. Alhamdulillah, it was actually the first session where the 3 week or jinn left. They had pretended to leave twice before. And I actually, the first time I came here, the first session when they didn't leave, I felt really tired and really worn out after that. But the last time I actually felt quite energetic. I felt better, you know, as they had left rather than just lied and pretended to leave. Then I felt better again for a couple of days. Then I kind of let the remaining one get to me again for a couple of days. I've been feeling good the last few days. Like I say, inshallah, he'll be gone one way or the other soon. To be honest, I've had them since 1999, at least the one that's still there, so it's just become normal for me. The pattern of having these whispers and stuff, you know. Is it just whispers, or is there anything else they do to you? You mean physically? They steal my energy. They make it very hard to wake up. And in particularly the last few years, I've had less and less energy as time has gone on. And when I was doing my research into the jinn, I realized that was one of their things, you know. They try and keep you awake late at night, then try and put you asleep during the day, messes with your body clock. The last few years, that's just gotten worse and worse with me, you know. But generally, it's just whispers with them. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله 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 الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد إن إلهكم واحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. I'm dying. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا 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 ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا 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 ولهم عذاب واصب.
واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا 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 ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا 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 ولهم عذاب واصب والله يريد أن يتوب عليكم 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 ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Stop. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا 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 من عند أنفسهم حسدا 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 من عند أنفسهم 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 حسدا راكي ستوب ستوب حسد من عند أنفسهم حسد 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 ح
أنفسهم حسدا. If you do not leave him, both of you will die in this body. I know! I will die. I'm already dying. You want to kill me. You want to kill me, admit it. Admit it. You want to kill me with the Quran. I can't take any more Quran. I must leave or die. This is not a place for you to live, Adolfo. I was sent there. You're lying. I was sent here. You're lying. I know I must leave. I will die here. I am weak now after the Quran. So weak. Listen, I can't even talk properly. The question is, why do you want to stay in this body? I was sent here. If I leave, I will be killed by other djinn. By whom? Relok. Who? Relok. Who's Relok? A bigger djinn. Why is he interested in this problem? He was scouting. Scouting. Scouting for what? People sinning. Before he was Muslim, his behavior was bad. Relok was scouting for those of bad behavior. So he sent me. Sent you to do what? Possess. And then what are you going to do when you possess him? Corrupt. But he is already corrupted, so why were you going to corrupt him? More corrupt. What do you gain out of that? Ifrit nature. Ifrit nature. We just do this. We are evil. Ifrits are evil. We do evil. For me to leave. It's physically hard for me to leave. Help me leave. Help me leave, yes. You think I believe you? No, I know you don't believe me. Why are you asking to help me? Because I told you it's hard for me to leave. Physically hard. I think I believe you. No, I know you do. Why do I not leave? Balfour will leave. You will leave? Yes. Take your oath. What? Take your oath. What oath? An oath that you do not come back to this body. Go away. Take an oath that you do not come back to this body. Oh, why do you want me to take an oath? Why? So you do not come back to this body. I won't come back. But you must take an oath. You must take an oath.